بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. في الدرس الماضي في الجبر كنا بنتكلم على الدوال الحقيقية. النهاردة بنكمل نفس الدرس عن جزئية الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة أو الدالة متعددة التعريف. يبقى احنا كنا في المرة اللي فاتت بنتكلم عن الدوال الحقيقية، النهاردة برضو بنتكلم على الدوال الحقيقية ولكن الجزء الثاني منها اللي هو المعرف بأكتر من قاعدة. ايه هي الدالة متعددة التعريف او المعرفة بأكتر من قاعدة؟ هل الدالة متعددة التعريف هي دالة حقيقية؟ يبقى زي الدرس اللي فات، بيكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة، وده التعريف اللي موجود عندنا في كتاب الوزارة. يبقى الدالة متعددة التعريف هي دالة حقيقية، بيكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة. كتاب المعاصر بيقول لي هي دالة معرفة بقواعد مختلفة في فترات مختلفة من مجال، هما تقريبا نفس المعنى الاثنين. قال لي هنا رسم الدالة، عشان ارسم الدالة اللي هي متعددة التعريف او اللي هي معرفة باكتر من قاعدة، قال لي اذا كانت دالة س بتساوي 3 ناقص س في الفترة ما بين سالب 2 وموجب 2، ودالة س بتساوي س عندما س تقع ما بين 2 و5. يبقى بنقول تاني الدالة س، دالة س هي 3 ناقص س معرفة في الفترة ما بين سالب 2 وموجب 2. دالة س بتساوي س عندما س تقع بين 2 و5، أي معرفة ما بين 2 و5. مطلوب عين مجال الدالة دال ومثلها بيانيا واستنتج من الرسم المدى. بنقول تاني يبقى أنا عندي الدالة س بتساوي 3 ناقص س، إمتى؟ قال لي في الفترة ما بين سالب 2 وموجب 2، والدالة س بتساوي س في الفترة من 2 ل5. وبالتالي هنا بيرجع تاني نقول الدالة متعددة التعريف او الدالة المعرفة باكتر من قاعدة معناها ايه اكتر من قاعدة؟ قال ان هنا الدالة س بتساوي 3 ناقص س في هذه الفترة، والدالة س بتساوي س في هذه الفترة الاخرى. يبقى بالتالي لما بنيجي بنقول ان الدالة معرفة بقواعد مختلفة او في فترات مختلفة، وبالتالي الدالة س بتساوي 3 ناقص س، امتى؟ قال لي في الفترة ما بين سالب 2 ل2، والدالة س بتساوي س عندما س تقع في الفترة من 2 ل5، وبالتالي بنقول انها معرفة بقواعد مختلفة او بيكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة. لو جينا هنا الدالة س بتساوي 3 ناقص س، هنمثلها بيانيا. قبل ما نمثلها بيانيا لابد ان احنا نعمل لها الجدول بتاعها. اصغر قيمة لس في هذه الدالة اللي هي دالة س بتساوي 3 ناقص س، خلينا في الجزئية اللي فوق بس، 3 ناقص س عندما س تقع ما بين سالب 2 و2. هنحط عندنا نعمل الجدول ونقول ان س بتساوي سالب 2، ونخلي بالنا جنبها اصغر من او بتساوي، اذا هذه النقطة مغلقة. يبقى هنا سالب 2، وهنا عندي السين اصغر من الاتنين، وبالتالي مفيش فيها يساوي، نقطة مفتوحة. يبقى انا عندي 3 ناقص س عندما س تقع ما بين سالب 2، ويبقى سالب 2 مغلق وموجب 2، موجب 2 مفتوح. لما هنعوض بسالب 2 في الدالة 3 ناقص س، اذا 3
ناقص ناقص 2 يبقى 5. يبقى دالة س لما الس بتساوي سالب 2 الدالة هتساوي 5. هنعوض عن الس ب 2، يبقى احنا عوضنا عنها بسالب 2، هنعوض عنها برضو بموجب 2. بموجب 2 وهنا مفيش في اصغر من مفيش يساوي، وبالتالي هتبقى دي مفتوحة بنحطها في دايرة. لما نعوض في القاعدة اللي هي دالة س بتساوي 3 ناقص س، هنعوض عنها باتنين، يبقى 3 ناقص 2 تديني 1. وبالتالي الجدول الأولاني لما كانت س بتساوي سالب 2 الدالة تساوي 5، لما كانت س بتساوي موجب 2 يبقى الدالة بتساوي 1. رسمنا الجدول، هنيجي نرسمها بيانيا. ده عندي الشكل البياني او الرسم البياني بتاعي، عندي محور س، عندي محور ص. بنيجي هنا، بنيجي عند النقطة سالب 2 بالنسبة للس، بالنسبة للس النقطة سالب 2، سالب 2 دي النقطة سالب 2 اللي انا واقف عليها دي بالماوس، النقطة سالب 2 اللي انا واقف عليها في الماوس. عندي الدالة بتساوي 5، بنطلع فوق ونحط عند 5، يبقى النقطة دي سالب 2 و5. هنيجي على النقطة التانية، 2 موجب والواحد، بس احنا قلنا ان س اصغر من الاتنين هنا، وبالتالي بنعمل دي مفتوحة، الاتنين مفتوحة والواحد مفتوحة، وبالتالي النقطة اللي هي الاحداثي بتاعها 2 موجب وواحد ديت مفتوح. بنوصل ما بين النقطتين بخط مستقيم، وصلنا ما بين الاتنين كده. ده الرسم بتاع الدالة في المرحلة الأولى اللي هي دالة س بتساوي 3 ناقص س في الفترة ما بين سالب 2 وموجب 2. بالنسبة للتانية اللي دالة س بتساوي س، عندما س تقع ما بين 2 و5 او فترة من 2 ل5، عندي اصغر قيمة عندي 2، يبقى هنعوض بالسين ب2 في الدالة، دالة س بتساوي س، يبقى عندما س بتساوي 2 الدالة نفسها هتساوي 2، لان هنعوض عن السين ب2 تديني 2. في عندما س بتساوي 5 هنشيل السين ونحط 5، اذا لما تكون 2 الدالة بتساوي 2، لما تكون س بتساوي 5 الدالة بتساوي 5. وبالتالي لما نيجي نرسم هذه الدالة او الجزء الثاني من الدالة بتاعتنا، هنلاحظ ان 2 واخدة 2، وبالتالي الاتنين هي بالسين، بتاخد النقطة 2 بالصاد، يبقى دي النقطة الاولانية. النقطة الاخيرة اللي هي عندما س بتساوي 5 الدالة بتساوي 5، يعني نقطة س 5 والصاد 5. هنوصل ما بين النقطتين اللي هي 2 و2 والنقطة 5 و5، بنوصل بينهم، يبقى هو ده الدالة اللي موجودة عندنا. بنرجع تاني وبنقول إذا كانت الدالة دال س بتساوي 3 ناقص س في الفترة الأولانية ديت سالب 2 وموجب 2، ومثلناها بيانيا، عملنا اذا كانت الدالة س بتساوي س في الفترة من 2 ل5 وعملناها في الجدول ومثلناها بيانيا، اتبقى عندي هنا المطلوب عين مجال الدالة. عين مجال الدالة دال ومثلها بيانيا واستنتج من الرسم المبنى. عين مجال الدالة معناها قيم س. من الرسم عندي هنا اصغر قيمة في س عندي على محور السينات اللي هي نقطة سالب 2، وأكبر قيمة عندي في السينات على المحور بتاع السينات اللي هي 5. أصبح المجال عندي من سالب 2 لموجب 5. ولو أنا لاحظت في الرسم البياني بتاعي إن النقطة سالب 2 واللي تطلع فوق عند رقم 5 هتلاقيها مغلقة، يبقى سالب 2 بنعملها مغلقة وموجب 5 بنعملها مغلقة، يبقى الفترة من سالب 2 مغلقة لموجب 5
مغلقة، قال لي ده المجال بتاع الدالة. بنقول تاني ان المجال بتاع الدالة هو قيم س، وهنا قيم س تنحصر عندي ما بين سالب 2 مغلقة وموجب 5 برضو مغلقة. قال لي مثلها بيانيا، احنا مثلناها ورسمناها بيانيا، عملنا الجدول وعوضنا في السين لما في الفترة من سالب 2 لغاية موجب 2 كانت الدالة اللي هي 3 ناقص س، والدالة س كانت في الفترة من 2 ل 5. رسمناها بيانيا. قال لي واستنتج من الرسم المدى. احنا قلنا في الدرس اللي فات ان المدى هو قيم ص، قلنا المجال قيم س والمدى اللي هو قيم ص. قيم ص هنا تنحصر اصغر قيمة لص عند الواحد. بنلاحظ هنا نقطة، نخلي بالنا ان عندي هنا اصغر قيمة للص عند الواحد، وعند الص اصغر قيمة للواحد ومفتوحة. اصغر قيمة عند الص 1، والواحد هنا ايه؟ مفتوحة. واكبر قيمة عندي للصاد 5، والخمسة مغلقة. قال لي هنا يبقى المجال هو قيم س، وقيم س تنحصر ما بين سالب 2 و5. طب المدى اللي هو قيم ص تنحصر ما بين 1، قلنا الواحد مفتوحة عشان كده عاملين هنا الواحد مفتوحة، واكبر قيمة للصاد عندي 5. يبقى المجال من سالب 2 ل 5 وهي مغلقة، والمدى اللي هو قيم ص مفتوحة عند الواحد ومغلقة عند الخمسة. قال لي هنا تعيين مجال الدالة. ازاي نعين مجال الدالة؟ قال لي في عندي دالة كثيرة الحدود، قال لي في عندي دالة كسرية. مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها. بنقولها تاني، إن الدالة كثيرة الحدود، مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها. يعني قال لي هنا لو خدنا مثال إن دالة س بتساوي س تربيع زائد 5 س زائد 3، قال لي دي دالة كثيرة الحدود. دالة كثيرة الحدود مجالها ح، أي كل الأعداد الحقيقية. أما إذا كانت الدالة دال س بتساوي س تكعيب زائد 5 مثلا على سبيل المثال، وقال لي في الفترة من 2 لغاية 6 مغلقة، هذا معناه ان الدالة معرفة في هذه الفترة فقط، ويبقى المجال بتاعها الفترة من 2 ل 6. يبقى اذا ما كانش عاطيني فترة يبقى المجال بتاعها ح، اذا كان عاطيني فترة يبقى المجال بتاعها في خلال هذه الفترة. بنتكلم على الدالة الكسرية. لو جينا هنا قلنا دالة س بتساوي س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3، هذه دالة كسرية معناها على شكل كسر. بالتالي بنيجي ان س ناقص 3 هنا هنعمل فيها ايه؟ قال لك هنا المجال بيساوي ح، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية، فرق أصفار المقام. يبقى ح الأعداد الحقيقية ناقص أصفار المقام ما عدا اللي يخلي المقام عندي يساوي صفر. يعني ان انا هجيب المقام واسويه بالصفر، يبقى انا عندي هنا المقام س ناقص 3، بناخده بجنب كده وبنكتب س ناقص 3 ونساويها بالصفر، هنطلع الثلاثة بره يبقى س بتساوي 3. يبقى انا عندي مجال الدالة الكسرية هنا بيساوي ح ما عدا اصفار المقام. الدالة دي ايه اللي بيخلي المقام صفر؟ قال لي لما س بتساوي 3. يبقى المجال ح الأعداد الحقيقية ناقص التلاتة، أو ح ناقص فرق التلاتة. عندي هنا مثال تاني دالة كسرية برضو، بيقول لي إن دالة س بتساوي س تكعيب زائد 6 س تربيع زائد 3 س زائد 2 على س تربيع ناقص 9. إحنا قلنا في المجال بتاع الدالة الكسرية ح فرق أصفار المقام. ح فرق أصفار المقام، يعني ح
بنشيل منها اللي يخلي المقام عندي يساوي صفر. فعندي المقام لو انا حللته على سبيل المثال س تربيع ناقص 9 بتساوي س زائد 3 في س ناقص 3. بناخدها بره في الهامش ونشوف ان انا عندي الس ناقص 3، هنقول س ناقص 3 بتساوي ونساويها بالصفر. هنطلع ال 3 بره يبقى الس بتساوي 3. هناخد القوسين التانيين اللي هو الس زائد 3 وهنساويها برضو بالصفر، يبقى س زائد 3 تساوي صفر. اطلع ال 3 بره يبقى الس بتساوي ناقص 3. اذا انا عندي هنا الس مره تساوي 3، ده تخلي المقام بيساوي صفر، وان الس بتساوي سالب 3 برضو تخلي المقام بيساوي صفر. يبقى مجال الداله الكسريه بنعيد بنكرر ان المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام. الداله الكسريه مجالها بيساوي ح اللي هي الاعداد الحقيقيه فرق اصفار المقام. ايه اللي يخلي المقام عندي في الداله هنا او في المساله دي بيساوي صفر؟ ان انا عندي س تساوي 3 او س بتساوي سالب 3. يبقى انا عندي هنا س بتساوي 3 او س بتساوي 3، ده اللي يخلي المقام عندي بيساوي صفر، وبالتالي يبقى المجال بتاع الداله دي ح فرق سالب 3 وموجب 3. عملنا هنا الداله، عملنا الداله الكسريه، عملنا الداله كثيره الحدود. قال لي فيه هنا اذا كانت الداله س بتساوي الجذر النوني، جذر النون يعني جذر تربيع، جذر التكعيبي، جذر الرابع، جذر الخامس، وهكذا، حيث نون تنتمي للاعداد الصحيحه الموجبه، ونون اكبر من واحد يعني نون على الاقل الجذر التربيعي، ور س داله كثيره الحدود. بنقول تاني اذا كانت الداله س بتساوي الجذر النوني، جذر التربيعي، جذر التكعيبي، وهكذا، حيث نون عدد ينتمي الى الارقام الصحيحه، ونون اكبر من واحد يعني احنا الجذر النوني يعني يكون على الاقل جذر تربيع، جذر التكعيب، جذر الخامس، وهكذا، ور س كثيرة الحدود يعني الدالة اللي موجودة تحت الجذر دالة كثيرة الحدود. قال لي عندما تكون نون عدد فردي فإن مجال الدالة د بيساوي ح. يعني لو قلنا الجذر الخامس أو الجذر التكعيبي لس ناقص 3 في هذه اللحظة يبقى المجال بتاعها ح. وبالتالي إذا كانت الجذر التكعيبي، الجذر الخامس، الجذر السابع، وهكذا، أي رقم فيه النون فردي اللي هي الخمسة اللي قدامنا دي يبقى 3 5 7 9 وهكذا، إذا المجال في هذه اللحظة بيساوي ح الأرقام الحقيقية. إذا كان نون عدد زوجي فإن مجال الدالة د هو مجموعة قيم س بشرط ان ر س اللي هي الداله اللي موجوده تحت الجذر اكبر من او بتساوي صفر. بنقول تاني عندما تكون نون عدد زوجي، يعني هنقول الجذر التربيعي، الجذر الرابع، الجذر السادس، الجذر الثامن، وهكذا، يبقى انا عندي بدل الخمسه دي هنحط هنا اللي هو ده الجذر التربيعي، يعني في المفروض هنا اتنين احنا ما بنكتبهاش، او اربعه او سته او ثمانيه او عشره وهكذا. قال لي في هذه اللحظة تبقى النون ده عدد زوجي، يبقى المجال هنا د هو مجموعة قيم س، ماشي، بس بشرط إن ر س يعني القيمة الدالة اللي موجودة تحت الجذر التربيعي تكون أكبر من أو بتساوي صفر. يبقى إحنا في اللحظة ديت هنساويها بالصفر، يبقى نقول س ناقص 4 اللي هو قيمة الدالة اللي موجودة تحت الجذر هنقول أكبر من أو بتساوي صفر. وبالتالي لما أودي الأربعة الجهة التانية ونقلب إشارتها يبقى س أكبر من أو بيساوي 4. إذا في هذه اللحظة بنقول مجال الدالة، بنخلي بالنا بنقول إن س أكبر من أو بتساوي، أكبر من أو بتساوي 4، يبقى المجال هنا
من 4 مغلقة، لأن احنا كلمة يساوي بتخليها مغلقة، وأكبر من الأربعة معنى أن أكبر من 4 إلى ما لا نهاية. يبقى الأربعة داخلة معانا ومغلقة إلى ما لا نهاية، ودايما ما لا نهاية بتتحط مفتوحة. يبقى أنا عندي دلوقتي في 3 أنواع من الدوال موجودة بنتكلم فيها النهاردة. عندي 3 أنواع بنتكلم فيهم. يبقى الدالة اللي هي كثيرة الحدود، الدالة كثيرة الحدود ومجالها ح، إذا لم تكن معرفة في فترة معينة. الدالة الكسرية بتساوي ح فرق مجموعة أصفار المقام. النوع الثالث هنا بنقول إن الدالة س بتساوي الجذر النوني لدالة كثيرة الحدود. قلنا إذا كان الجذر النوني رقم فردي يبقى المجال ح، إذا كان عدد زوجي يبقى المجال بيساوي مجموعة قيم س، بشرط إن ر س إن الدالة كلها أكبر من أو بتساوي الصفر. وبالتالي في المثال اللي عندنا هنا سوينا إن س ناقص 4 أكبر من أو بتساوي الصفر، طلعنا الأربعة بره، أصبح س أكبر من 4. معنى كده إن مجال الدالة من الأربعة مغلقة إلى ما لا نهاية. رسمناها هنا على خط الأعداد من الأربعة موجب إلى ما لا نهاية، ودايما ما لا نهاية بنعملها مفتوحة. في كل من الأشكال البيانية التالية استنتج مجال ومدى الدالة. بالنسبة لألف، لما عندي محور السين وعندي محور الصاد، هنلاحظ إن الخط ماشي على النقطة صاد بتساوي تي، يبقى صاد بتساوي 2. في اللحظة ديت معناها إن دي دالة ثابتة، والدالة الثابتة مجالها ح، لأن جميع قيم س الموجبة داخلة معانا، جميع قيم س السالبة داخلة معانا، والصفر كمان داخل معانا. إذا كل المجال بتاعنا يبقى المجال بيساوي ح، المجال بيساوي ح كل الأعداد الحقيقية. طب المدى، المدى احنا قلنا هو قيم صاد. لو احنا لاحظنا ان التلاتة مش داخلة معانا، الاربعة واحنا طالعين لفوق، كل دي ارقام مش طالعة معانا، من تحت الاتنين واحنا نازلين كلها ارقام مش داخلة معانا. اذا المدى عندي قيم صاد، قيم صاد عندي تنحصر في النقطة 2 بس، وبالتالي يبقى المدى بيساوي 2. بنقول عندي المجال هو قيم سين والمدى هو قيم صاد. المجال عندي كل قيم س موجودة في هذه الرسمة، وبالتالي المجال ح. المدى قيم صاد عندي كل اللي موجود هو النقطة 2 بس، أو صاد بتساوي 2، وبالتالي المدى بيساوي 2. بالنسبة للتانية رقم ب، عندي الرسم اللي موجود قصادي، عندي ده محور السينات، عندي ده محور الصدى. لو قلنا المجال، أنا عندي هنلاحظ إن كل قيم س الموجبة داخلة معايا، كل قيم س السالبة داخلة معانا، وبالتالي يبقى المجال عندي ح. عندي طب بالنسبة للمدى، لما يكون المدى عندي عبارة عن قيم صاد، قيم صاد اللي داخلة معانا في هذه الرسمة إن الصاد بيساوي سالب 2 والصاد بيساوي 3، اللي هو سالب 2 و موجب 3، هما النقطتين بس، كل الأرقام اللي فوقهم واللي تحتهم مش تبعنا، وبالتالي المدى بنحط هنا القوس بتاع المجموعة اللي هي سالب 2 وموجب 3. بنقول عندنا تاني، يبقى أنا عندي المدى عبارة عن نقطتين بس بتوع الصاد اللي هما سالب 2 والتلاتة. بنخلي بالنا هنا بالنسبة للجيم، بيقول لي عندي ده الرسم بتاع الدالة بتاعتي، وبنقول مطلوب المجال ومطلوب المدى. أنا عندي المجال، نلاحظ إن نقطة الصفر في السين وكل القيم السينات الموجبة موجودة معانا في المسألة، كل السينات السالبة موجودة معايا، إذن المجال موجود عندي ح، يبقى المجال ح. وقلنا المجال هو كل قيم س. طب المدى،
المدى، بنقول المدى هنا عندنا الاتنين واحنا طالع داخل معانا في المدى قيام صاد، الصفر واحنا نازلين داخله معانا في قيام صاد، وبالتالي يبقى اللي عندي المدى قيام صاد. قيام صاد عندي موجوده كل الارقام الحقيقيه ما عدا من الصفر لغايه الاتنين، من الصفر لغايه الاتنين ديت مش موجوده معانا، وبالتالي تبقى ح فرق. لو جينا نعمل انا عندي الصفر، نخلي بالنا انه مفتوح، ولكن مفتوح بالنسبه للجزئيه اللي تحت، للجزئيه اللي داخله فيها السهم اللي نازل لتحت، وبالتالي لو جيت احط الصفر مع الفتره اللي طالعه فوق دي نعمله مغلق، لان هو هنا كان مفتوح، وبالتالي يبقى اللي فوق ده مغلق، او الفتره اللي مش تبعنا دي تبقى مغلقه. طيب لو وصلنا لغايه الاثنين، هي الاثنين الاتنين مغلقة مع السهم اللي طالع لفوق، يبقى ناخدها مفتوحة مع الجزئية اللي تحت، وبالتالي يبقى عندي المجال بيسوحه، لأن كل الأرقام الحقيقية في محور السينات داخلة معانا. بالنسبة للمدى اللي هو قيم صاد عبارة عن الأرقام الحقيقية كلها، ولكن ناقص الصفر والاتنين. الصفر خدناه مغلق لانه في الفتره اللي تحت دي مفتوح، يبقى ناخده مع الفتره اللي مش تبعنا دي ناخدها مغلقه، والاتنين مغلقه مع الفتره اللي طالعه لفوق دي كلها، وبالتالي ناخده في الحته الصغيره ديت يعتبر مفتوح. بالنسبه للمساله رقم د او الرسمه رقم د، برضو من الرسم بنستنتج عندي ده محور السينات، عندي ده محور الصادات. قال لي هنا بالنسبة للسينات احنا عندي المجال ح، المجال ح، نلاحظ ان كل السينات داخلة معانا، ولكن في نقطة هنا عندي السين بتساوي واحد، النقطة اللي فوق مفتوحة والنقطة اللي تحت مفتوحة، اذا الواحد مش داخل معانا، يبقى كل الارقام الحقيقية داخلة معانا ما عدا الواحد، وبالتالي احنا كنا بنقول ان المجال هو قيم س، كل قيم س داخله معانا في هذه الرسمه ما عدا ان الس بتساوي واحد، وبالتالي المجال ح فرق الواحد، وبالتالي خدنا الح فرق الواحد. وبالتالي هنا طب بالنسبه للمدى، احنا قلنا المدى هو قيم ص، قيم ص عندي من سالب 2 داخله معانا لغايه ما لا نهايه لفوق، وبالتالي ان المدى عندي من سالب 2 لغاية الى ما لا نهاية، ان هو ده قيام صاد. في عندي مثال تاني بيقول لي اذا كانت د س بتساوي س ناقص 1 في الفترة من سالب 2 لغاية 0، وبرضو الدالة س بتساوي س زائد 1 في الفترة ان س اكبر من او بتساوي الصفر. بنقول تاني هنا اذا كانت الدالة س بتساوي س ناقص 1 في الفترة من سالب 2 لغاية صفر، وبتساوي س زائد 1 في الفترة ان س اكبر من او بتساوي الصفر، عين مجال الدالة ومثلها بيانيا واستنتج من الرسم المدى. عندي هنا بنقول ان عندي الدالة س ناقص 1 في الفترة من سالب 2 لصفر، من سالب 2 لصفر، سالب 2 اصغر من وبيساوي، وبالتالي تبقى مغلقة، يبقى ان السين بتساوي سالب 2، والسين اصغر من الصفر يبقى عندي الصفر، يبقى هنعوض من سالب 2 ونعوض بالصفر، يبقى انا عندي لما السين بتساوي سالب 2 هنعوض ان الدالة سين ناقص 1، يبقى الدالة سين بتساوي سين ناقص 1، هنعوض عن السين بسالب 2، يبقى سالب 2 وسالب 1 تديني سالب 3، يبقى لما السين بتساوي سالب 2 الدالة بتساوي سالب 3. طيب ولما السين بتساوي صفر هنعوض تديني سالب 1، وبالتالي الجدول عندي بيقول لي كده ان السين سالب 2 يبقى الدالة بتساوي سالب 3، ان سين بتساوي صفر يبقى الدالة بتساوي سالب 1. هنرسمها ونوصل بينهم بخط. قال لي الدالة س بتساوي س زائد 1 عندما س أكبر من أو بتساوي الصفر، وبالتالي هنا لما نعوض
عن السين بالصفر كأصغر قيمة لقيمة السين الموجودة عندي في الدالة. هنعوض هنا في سين زائد واحد، يبقى الدالة سين بتساوي سين زائد واحد، هنشيل السين ونحط صفر، في اللحظة دي الدالة بتساوي واحد، لما سين بتساوي صفر يبقى الدالة بتساوي واحد. هنيجي على رقم تاني وليكن الأربعة على سبيل المثال، ونقول لما نعوض عن السين بأربعة يبقى الدالة سين بتساوي سين زائد واحد، هنشيل السين ونحط أربعة تديني خمسة، السين بتساوي صفر، الدالة بتساوي واحد، سين بتساوي أربعة، الدالة بتساوي خمسة. هنيجي هنا ونرسم الدالة بتاعتنا. هنيجي هنا بنقول أنا عندي السين سالب اتنين والدالة بتساوي سالب تلاتة، يبقى هي دي النقطة بتاعت الإحداثيات بتاعتي اللي هي سالب اتنين وسالب تلاتة. النقطة دي سالب اتنين وهنا سالب تلاتة، دي النقطة الأولانية. طب النقطة التانية إن الصفر مع السالب واحد وهما الاتنين دول مفتوحين. عندي الصفر سين وسالب واحد مفتوحة، وبالتالي عندي ده هنوصل ما بين النقطتين دول، النقطة ديت اللي هي سالب اتنين وسالب تلاتة، والنقطة هنا صفر سين وسالب واحد بالنسبة للصاد، هنوصل بينهم وهنا النقطة دي مفتوحة. يبقى أنا عندي النقطة اللي هي الصفر وسالب واحد مفتوحة، النقطة سالب اتنين وسالب تلاتة مغلقة. هنيجي في الجزء الثاني بتاع الدالة، إن السين بتساوي صفر، الدالة بتساوي واحد، السين بتساوي صفر، الدالة بتساوي واحد، إذن هذه النقطة بتاعتها. لما هنعوض في إن السين بأربعة هتديني خمسة مثلا على سبيل المثال، وبالتالي هتديني أربعة سين، يبقى النقطة دي أربعة، يبقى الصاد أو الدالة بتساوي خمسة بهذه النقطة، ونوصل بينهم ونعمل شكل الشعاع ده معناها ان ماشي الى ما لا نهاية. اي رقم ان السين زائد واحد يبقى الدالة سين بتساوي سين زائد واحد، عندما سين اكبر من او بتساوي صفر، الصفر او اكبر من الصفر يبقى داخل معنا في النطاق بتاع الدالة. بالتالي احنا معوضنا على الاربعة عشان نعرف بس الشكل ده رايح فين بالظبط، وبالتالي يبقى انا عندي النقطة صفر واخدة الواحد، والنقطة أربعة واخدة خمسة، وبنعمل على شكل شعاع، ده معناها إنه ماشي إلى ما لا نهاية. وبالتالي هنا من الرسم يبقى أنا عندي هنا نوصل تاني للرسم بتاعنا، بنقول مطلوب مني إيه في المسألة؟ قال لي عين المجال، المجال اللي هو قيم س. هنشوف كده قيم س عندي هنا، أصغر قيمة في س عندي اللي هي سالب اتنين، أصغر قيمة عندي في السين سالب اتنين، وأكبر قيمة في السين اللي هي ما لا نهاية. يبقى عندي المجال من سالب اتنين لموجب ما لا نهاية، وموجب ما لا نهاية دايما مفتوح. الجزء التاني من السؤال يبقى عين المجال، جبنا المجال قلنا من سالب اتنين لما لا نهاية، طب ونمثلها بيانيا، رسمناها بيانيا، قال لي استنتج المدى. يبقى استنتج من الرسم المدى، احنا قلنا المدى اللي هو قيم صاد، ولكن هنا هندقق في جزئية، ان انا عندي السالب واحد مفتوحة مع الفترة اللي نازلة لتحت، اذا مغلقة مع الفترة اللي مش معانا. يبقى السالب واحد مفتوحة مع الجزئية او الفترة اللي نازلة لتحت تبقى مغلقة مع الفترة اللي فوق مش داخلة معانا، وبالتالي لما نوصل عند الموجب واحد هي مغلقة من بداية الموجب واحد لغاية ما لا نهاية، وبالتالي في الفترة اللي هي نازلة تحتها تعتبر مفتوحة. وبالتالي هنا هنروح عند، يبقى المدى عندي الفترة من سالب تلاتة إلى موجب ما لا نهاية، فرق يعني هنشيل منها الفترة من سالب واحد إلى موجب واحد. سالب واحد هي في الرسم عندي مفتوحة مع الفترة اللي نازلة لتحت، يبقى مع الجزء اللي فوق تعملها مغلقة، وبالتالي عملنا سالب واحد مغلق. عندي هنا الموجب واحد في الصادات أو في القيمة بتاعت الدالة هنا مغلقة فيما فيها وهي طالعة لفوق بالفترة اللي فوق، يبقى مفتوحة مع الفترة اللي تحت.
وبالتالي يبقى أنا عندي المدى من سالب 3 إلى موجب ما لا نهاية فرق، يعني هنشيل منه الفترة من سالب 1، احنا قلنا هنا مفتوحة نعملها احنا مغلقة، وهنا كانت مغلقة عملناها مفتوحة عشان الفترة ديت بتعكس معانا. يعني ايه بتعكس؟ انا عندي من مفتوحة من سالب 1 مفتوحة وهي نازل، يبقى الجزء اللي مش موجود معانا نعملها معاه مغلقة، وموجب 1 عندي هنا مغلقة وهي طالعة لفوق، يبقى الفترة اللي تحتها ديت اللي هي مش تبعنا بنعملها مفتوحة، وبالتالي يبقى المدى عبارة عن الفترة من سالب 3 الموجب ما لا نهاية فرق، يعني هنشيل منها سالب 1 مغلقة و1 موجب مفتوحة، وبكده نكون جبنا المجال وجبنا المدى. لغاية هنا نكون انتهينا من هذا الجزء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.